أوديولابي، شارك المعرفة. السلام عليكم أيها الرائعون، بداية ندعوكم للإشتراك بقناة أوديولابي ليصلكم كل جديد. احصل الآن على حزماتك الكاملة من برمج عقلك على الثقة بالنفس، رابط الشراء في مربع الوصف. بداية دعنا نتعرف على التأمل، فما هو وكيف نتأمل؟ التأمل في الأساس هو وسيلة لتمرين عقلك، ويستخدم التأمل لأغراض عدة منها: الاسترخاء، التجهيز لمهمة ما أو لشحن الطاقة والقوة. دعنا نتعرف على طريقة التأمل التي ستساعدك في ذلك. خطوات التأمل: أولاً، اجلس واضعاً يديك على ركبتيك واجعل ظهرك مستقيماً. ثانياً، اجعل عنقك مرتخياً واحني ذقنك قليلاً. ثالثاً، لا تركز عينيك على شيء معين، حدق في مساحات متوسطة دون تحديد. رابعاً، تنفس تنفساً عميقاً 5 مرات على الأقل، ثم قم بالشهيق من خلال أنفك والزفير من خلال فمك. خامساً، مع آخر زفير أغلق عينيك. سادساً، استقر داخل جسدك بهدوء، كن واعياً لأحاسيسك حيث يلامس جسدك الكرسي وتلتقي قدمك بالأرض. سابعاً، أشعر بوزن يديك وذراعيك مرتخياً على جسدك. ثامناً، تعرف على حواسك، لاحظ أي شيء تشمه، تتذوقه أو تسمعه، كن واعياً أيضاً لإحساسك بالبرد أو الدفء أو حركة الهواء من حولك. تاسعاً، قم بفحص جسمك من الرأس إلى أسفل القدم، أين تشعر بالتوتر أو عدم الراحة؟ عاشراً، أعد الفحص مجدداً، هذه المرة حاول التعرف على الأماكن التي تشعر بالراحة والإسترخاء، قدم 20 ثانية لكل فحص. 11، وجه وعيك إلى تفكيرك الخاص الآن، تعرف على الأفكار التي تتقافز داخلك دون إرادة منك. 12، الآن لاحظ التغيرات التي يحدثها التنفس في جسمك، راقب إحساسك بنفسك في بطنك، صدرك وعند الكتفين. 13، من الطبيعي أن تصطع الأفكار في عقلك عند هذه المرحلة، لذا من الجيد أن تذكر نفسك بالعودة إلى التركيز على تنفسك. 14، توقف عن التركيز على تنفسك الآن، قم بعد تنفسك بهدوء، 1 عند أول شهيق، 2 عند الزفير، و3 عند الشهيق التالي، وهكذا حتى تصل إلى 10. 15، توقف عن التركيز على تنفسك الآن، فقط ابقى جالساً بهدوء وثبات ل30 ثانية، وكن فقط كما أنت موجود هنا. 16، افتح عينيك بهدوء. 17، كون فكرة واضحة عما ستفعله تالياً، سواء كنت ستذهب إلى العمل أو ستغسل أسنانك، لا تقفز من على سريرك وحسب وتضيع كل المجهود، احمل هدوءك معك إلى النشاط القادم. استمع إلى أروع المقالات والملفات الصوتية وحملها مجاناً عبر موقعنا www.audiolabi.com. Audiolabi، شارك المعرفة.